ستظل حرب السادس من أكتوبر 73 تثري تاريخنا وحاضرنا بروايات وأساطير نقصها على أبنائنا وأحفادنا. أبطالها رجال أعادوا لمصر كرامتها، وبطلنا هو أول مهندس لحرب الصواريخ في تاريخ الحروب القديمة والحديثة، هكذا لقبه الخبراء والمحللون العسكريون. رمز شامخ من رموز العسكرية المصرية، قائد قوات الدفاع الجوي في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 73، المشير محمد علي فهمي. ولد المشير محمد علي فهمي في 11 من أكتوبر عام 1920 بمحافظة الجيزة، وحصل بعد دراسته الأولية في مدارسها على الثانوية العامة من مدرسة فؤاد الأول عام 1937. التحق بالكلية الحربية في عام 1938، وتخرج فيها في الأول من نوفمبر عام 1939 ليلتحق بسلاح المدفعية متخصصاً في المدفعية المضادة للطائرات، وظل يتنقل في وحداتها ومنشآتها التعليمية المختلفة حتى رشحه تميزه ونبوغه للتقدم لكلية القادة والأركان ليتخرج فيها عام 1951. ثم عمل بهيئة عمليات القوات المسلحة حتى شغل منصب سكرتير عام الهيئة وهو برتبة العقيد. بعدها تولى قيادة المجموعة السادسة مدفعية مضادة للطائرات بألماظة، ثم رئيس أركان الفرقة الخامسة مدفعية مضادة للطائرات، قبل أن يسافر إلى الاتحاد السوفيتي للحصول على دورة الأكاديمية العليا للدفاع الجوي عام 1965، وعاد ليشغل منصب قائد الفرقة الخامسة مدفعية مضادة للطائرات. وفي أعقاب حرب يونيو عام 67 استدعاه الرئيس جمال عبد الناصر وكلفه بوضع تصور لمنظومة دفاع جوي عن مصر، وأصدر القرار رقم 199 في الأول من فبراير عام 1968 بإنشاء قيادة جديدة تكون فرعاً رئيسياً مستقلاً يطلق عليها قيادة الدفاع الجوي. وعين اللواء حسن كامل مساعد وزير الحربية في ذلك الوقت قائداً لها، كما عين اللواء محمد علي فهمي رئيساً للأركان. وفي 23 من يونيو عام 1969 تولى قيادة الدفاع الجوي وحرب الاستنزاف على أشدها، وكانت التحديات كثيرة وخطيرة. بضعف التسليح بتاع أسلحة دفاع الجوي وقتها. ثاني حاجة ضعف الإنذار. ثالث حاجة التجهيزات الهندسية كانت كلها ضعيفة لأنها كانت كلها مبنية ولا توفر أي وقاية لا للأفراد ولا للمعدات. وبدأت رحلة الإصرار والتحدي لبناء منظومة الدفاع الجوي وفق رؤية اللواء محمد علي فهمي. أول عنصر من عناصر الدفاع الجوي تم تركيز اللواء محمد علي فهمي عليه لتدبيره وتوفيره كان عنصر الإنذار، لأن الوسائل الإيجابية لن تستطيع أداء مهمها دون أن يتوفر لها إنذار في توقيت مناسب. وأنا لن أنسى أبداً أن القوات الدفاع الجوي بقيادة محمد علي فهمي هي اللي عملت وزيرة الإنذار الأساسية للقوتين، لأن كانت مش موجودة، لأن العدو كان في كل هجماته هيقترب على الارتفاع المنخفض جدا. إن عمل 17 زيارة لموسكو خلال هذه الفترة اللي كان ماسك فيها رئيس أركان وقائد قوات الدفاع الجوي عشان يقدر يجيب ويبني المنظومة بتاعة الدفاع الجوي. وقامت القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بتدبير كافة الاحتياجات التي طلبها اللواء محمد علي فهمي لبناء منظومة دفاع جوي قوية وفاعلة، والتي بمقتضاها سافر الرئيس جمال عبد الناصر إلى موسكو ليوقع أكبر صفقة للصواريخ سام 2 وسام 3 مع القيادة السوفيتية، وبدأ التحرك السريع بعزم وإصرار والعمل المتواصل والمضني على امتداد الليل والنهار.
وكانت حرب الاستنزاف سباقاً مريراً بين إرادة إسرائيل في منع مصر من بناء حائط للصواريخ وإرادة مصر في بناء ذلك الحائط مهما كانت التكلفة ومهما عظمت التضحيات. ونجحنا في بناء حائط الصواريخ في أغسطس سنة 70. اختلفت الصورة تماماً وبدأ الطيران الإسرائيلي يعاني من نزيف الخسائر التي ألحقها به قوات الدفاع الجوي المصري. وتعد عملية بناء حائط الصواريخ في الجبهة والعمق المصري خلال حرب الاستنزاف ملحمة بطولية خارقة طربت فيها قوات الدفاع الجوي أعظم آيات الشجاعة والإصرار المتسم بالتحدي. وقالت جولدا مائير تعقيباً على كثرة مواقع الدفاع الجوي المصري: إنها كعش الغراب المشؤوم، كلما دمرنا إحداها نبتت أخرى بدلاً منها. ومع ارتفاع مستوى الكفاءة القتالية لقوات الدفاع الجوي وزيادة قدرتها على التصدي للقوات الجوية الإسرائيلية، بدأت قوات الدفاع الجوي في التحول لأسلوب جديد في القتال وهو أسلوب الكمائن، وكانت النتائج على جانب قواتنا رائعة مبهرة، وعلى جانب العدو موجعة مؤلمة. فريق محمد علي فهمي شرفني في الكتيبة، قعد وهو ماشي سلمني ظرف، بعد ما مشي فتحت الظرف لقيت هذا الأمر، طلعت هذه المنطقة، كشفت المنطقة في وسط زراعة، دخلت والحمد لله وفقنا في أول كمين بتدمير طيارة استطلاع كت هليكوبتر في المنطقة الشرقية. ثم جاء يوم 30 من يونيو عام 1970 لتذوق إسرائيل في هذا اليوم والأيام التالية علقما مرا من الهزيمة على يد أبطال الدفاع الجوي المصري. بلغ حسب تقديرنا في أسبوع واحد 16 طائرة، وأطلق على هذا الأسبوع أسبوع تساقط الفانتوم، لأن كان الغالبية من الطائرات التي أسقطت من الطائرات الفانتوم. إن العدو يقوم بغارات كل يوم، وكان تركيز العدو الأشد على عناصر الدفاع الجوي، وكان هدفه أن يمنع هذه العناصر من أداء دورها على الجبهة، لكن العدو لم يستطع، وكان اعترافه أخيراً بأن عدد بطاريات الصواريخ المصرية على الجبهة يتزايد ولا يتناقص برغم ضراوة الغارات الجوية وشراستها. وبدأت طائرات الفانتوم الأمريكية تتساقط على أراضينا، وبدأ طيار الفانتوم الصفوة المنتقاة من القوة العسكرية الإسرائيلية العدوانية يقعون أسرى في أيدي رجالنا. ثم جاءت مبادرة روجرز لتسرع إسرائيل وتقبل بها بعد أن أنهكت حرب الاستنزاف قواتها. وكان الأكثر إيلاما لإسرائيل تلك الخسائر الفادحة في قواتها الجوية. ورغم وقف إطلاق النار، إلا أن قوات الدفاع الجوي لم تسمح لإسرائيل باستطلاع وتصوير القوات المصرية في الجبهة بواسطة طائرة استراتوكروزر كانت تقل عددا من العسكريين الإسرائيليين، فأسقطتها بصاروخ. ثم بدأت عملية التخطيط والإعداد لحرب أكتوبر اعتباراً من وقف إطلاق النار في أغسطس عام 1970، وتحدد الهدف لقوات الدفاع الجوي ليكون قطع يد إسرائيل الطويلة وإنهاء غطرستها وسيطرتها على سماء المعركة. وعندما جاء اليوم الموعود، كانت منظومة الدفاع الجوي في أوج استعدادها لملاقاة العدو. ولما جت الساعة 1:30 بعد الظهر، خدت الميكروفون ونطقت بكلمة واحدة: جبار. وده كان يعني الكثير. كلمة جبار كانت كلمة السر لقادة الفرق لفتح المظروف اللي استلموه، تحويل المعركة التدريبية إلى معركة حقيقية.
وبدأت الحرب سعة 1405 يوم السادس من أكتوبر 73، وحدث ما توقعه اللواء محمد علي فهمي وهيئة قيادته. بعد 40 دقيقة جه رد الفعل من الطيران الإسرائيلي. قام الطيران الإسرائيلي بضربة جوية مركزة ضد تجميع الصواريخ بتاعنا اللي كان موجود في الجبهة، وضد قواتنا اللي كانت بتعبر على طول مواجهة قناة السويس من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوبا. الضربة الجوية دي استمرت ساعتين، خسر فيها الطيران الإسرائيلي 18 طيارة. وكان اليوم التالي هو اليوم المنتظر أن تلقي فيه إسرائيل بثقلها الجوي في المعركة، ولم يكن ذلك خافيا على القيادة المصرية. في الصباح الباكر بتاع يوم 7 أكتوبر وصلت الطائرات لداخل الأراضي المصرية، حتى وجدت الطائرات المقاتلة الاعتراضية بتاعتنا مستنياها في الجو، كانت بتتلقفها الصواريخ سام بضرباتها القاتلة. استمر الحال على هذا المنوال وفشلت الضربة الجوية، وخسرت إسرائيل الكثير من الطائرات والطيارين. ثالث يوم قتال اللي هو كان يوم 8 أكتوبر 73، شهدت بورسعيد أشد المعارك عنفا بين قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية الإسرائيلية، حيث بلغت الهجمات الجوية الإسرائيلية على بورسعيد أكثر من 50 طيارة كانت بتهاجم بورسعيد في وقت واحد. في جميع الهجمات الجوية اللي حصلت على بورسعيد نجحت قوات الدفاع الجوي في أنها توقع الكثير من الخسائر في الطيران الإسرائيلي وتشتت الهجمات الجوية الإسرائيلية على بورسعيد. وكانت المعارك في سماء المنصورة أيضاً واحدة من أكبر ما شهدت جبهات القتال في العصر الحديث. واستطاع أبطال الدفاع الجوي بقيادة اللواء محمد علي فهمي أن يحققوا طوال مراحل الحرب الهدف الذي وضعوه نصب أعينهم منذ بدء المعركة، بأن تبتر ذراع إسرائيل الطويلة وأن يقضى على سيطرتها الجوية. قوات الدفاع الجوي، قوات الدفاع الجوي ضربت السيادة الإسرائيلية الجوية في الأيام الثلاثة الأولى إلى الحد اللي صدرت فيه الأوامر من القيادة الإسرائيلية لطياريه بعدم الاقتراب من القناة. وفي الثلاث أيام الأولى فقدوا أكثر من ثلث سلاح الطيران الإسرائيلي على الجبهة المصرية، وزبدة الطيارين اللي كانوا بيفقروا ويباهوا بيهم. التاريخ بيعيد نفسه. الدفاع الجوي اللي عمل وأنجز مهمة عظيمة في حرب 73 وقبلها طبعا، وقدم تضحيات كتيرة لمصر عشان يحموا بلدنا ويحموا سماها. فالتحية والتقدير للجميع، ضابط كان أو صف ضابط أو جندي. وعلى هدى قيم العمل المخلص والجاد التي أرساها المشير محمد علي فهمي، صارت أجيال القادة الذين تعاقبوا على قيادة الدفاع الجوي حتى أصبح يمثل في حاضرنا ركيزة أساسية في أمن وسلامة مصر وفي منظومتها العسكرية المتنامية أبدا والمتطورة دائما. وقد كرم في حياته مرات عديدة بأرفع الأوسمة والأنواط وبالترقيات من قبل رؤساء مصر السابقين لأعلى رتب الضباط. وكان أعظم تكريم تلقاه في حياته يوم 24 من فبراير في مجلس الشعب، عندما كرم الرئيس السادات قادة حرب أكتوبر، وفيه تم ترقية اللواء محمد علي فهمي إلى رتبة الفريق، وكان قد منح وسام نجمة الشرف العسكرية تقديراً لدوره الوطني في صنع ملحمة أكتوبر المجيدة. وفي أكتوبر عام 1975 تولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة
ليساهم في عملية إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة وتطوير منظوماتها استناداً على خبرات حرب أكتوبر والدروس المستفادة التي أفرزتها. ثم اختاره الرئيس السادات في أكتوبر عام 1978 مستشاراً عسكرياً لرئيس الجمهورية مع ترقيته في 26 من مايو عام 1979 إلى رتبة الفريق أول، ثم شغل بعد تقاعده منصب رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية للنقل الاستراتيجي عام 1981. كما حصل على مدار خدمته الطويلة والمميزة على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية وشهادات التقدير من رؤساء وملوك الدول العربية والأجنبية. أنا حمدت ربنا إن هو اتكرم في حياته من ثلاث رؤساء، من الرئيس جمال عبد الناصر عندما عينه أول قائد دفاع جوي سنة 69، ثانيا من الرئيس أنور السادات عندما اداله وشاح النيل، وهو وشاح لا يعطى إلا لرؤساء الوزارات، ثالثا من الرئيس حسني مبارك عندما عينه مشير على مرور 20 سنة من حرب أكتوبر على الأعمال الجليلة اللي أداها للدفاع الجوي وللبلد في حرب أكتوبر. وتظل بصمات الحياة باقية في قلوب ووجدان من أحاطوا به من رفاق رحلته وكثير من الضباط والجنود رفقاء مسيرته، والذين لا تفتأ ذاكرتهم تنتعش بعاطر ذكره والاعتزاز بميراث علمه وعظيم فضله. كان كثير الاطلاع، وكان بيطلع على الدوريات الخارجية اللي من بره ويعرف وصل ايه التقدم العلمي لأسلحة الجو وأسلحة الدفاع الجوي. دايما كان يبحث عن الكمال في كل شيء، كان يهتم جدا بالجنود. وبعد حوالي 20 سنة من المعركة 73، يعني حوالي سنة 93، قابلته في حفلة كانت معمول تكريم له في جمعية تقريبا جمعية سيدات مصر، فروحت عند المنصة الرئيسية قلت تعالى يا سمير، فروحت رايح، فقام وقف من على المنصة وسلم علي، فأنا لم أتملك نفسي إلا وإني وطيت بوسط إيده. فبعض الزملاء قالوا لي تبوس إيده، قلت لهم أنتوا لو تعرفوا الراجل ده عمل إيه لمصر، مصر كلها تقف الصبح تبوس إيده. تعلمت منه حياة كتيرة قوي، الالتزام، الانضباط، القيم، التمسك، انك انت بالقيم والمبادئ، ومفيش اي ضغط ممكن يأثر عليك او يخليك تحيد عن قيمك ومبادئك ايا كانت. وكشأن سائر المخلوقات تحين في نهاية المطاف لحظة التسليم بالحقيقة الأبدية المطلقة، ويترجل فرسان الحياة عن صهوة جيادهم، فقد شاء القدر أن يسلم فارس الدفاع الجوي المشير محمد علي فهمي أن يسلم الروح يوم السبت الموافق 11 من سبتمبر عام 1999 وهو في رحلة علاج بلندن، وعاد إلى مصر ملفوفاً بعلمها الذي حياه طوال حياته، وليدفن في تراب وطنه الذي أحبه وأفنى في الدفاع عنه عمره وخالص جهده، لتشيعه مصر والقوات المسلحة في جنازة عسكرية مشهودة تليق بمكانته وصدق عطائه وانتمائه لمصر. الحقيقة أنا دايماً كنت بفتخر بيه، وكنت دايماً بقول إن كل وسام أخده هو وسام على صدري وصدر ولادي وأحفادي. أنا بحمد ربنا إن أنا بنته، وأنا وولادي وأسرتي وجوزي وإن شاء الله أحفادي برضو هنفضل دايماً فخورين إن هو والدنا وإن إحنا بننتمي ليه. هو ساب لنا ميراث كبير قوي من الفخر، ومن أجمل الحاجات اللي بحبها اتكتبت عنه بعد وفاته كلها، لأنه كل اللي ذكر عنه جميل،
ومن أجمل الحاجات اللي كتبها الكاتب محمود السعداني، كتب لقد عاش بطلا في الحرب ومواطنا صالحا في السلام. هذا هو القائد والمعلم والإنسان، المشير محمد علي فهمي، الذي لا يذكر الدفاع الجوي الحديث في مصر إلا مقرونا باسمه، ولا تذكر حرب الصواريخ في العالم إلا من معين خبرته ومكنون فكره.